وخلال اتصال هاتفي سابق أكد الأستاذ الدكتور وهيب الناصر أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة الخليج العربي أن هناك أسباب عدة لارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف، وأبرزهما ظاهرتي النينو والنينا. الرقم القياسي هو لعام 2023 السنة الماضية كان فعلا أكثر ارتفاع لدرجة الحرارة سجلت عبر التاريخ نقول بعد الثورة الصناعية، لكن هذا العام تفاجأنا أن أعتقد من شهر يونيو من بدايته درجة حرارة يعني اللي نشعرها، أنا ما عندي الآن المقاس، لكن من دول العالم أن في حرارة مرتفعة وبالذات في أمريكا، وهذا يعاز إلى شيئين. طيب شو اللي حدث؟ في هناك ما يسمونه تذبذب المناخي في المحيطات اللي هو ظاهرة النينو وظاهرة اللانينيا. احنا في منطقتنا العربية يمكن نتأثر بالنينيو أكثر من اللانينيا، لكن في أحد الخبراء المختصين من نوا قال هذا الخروج النينيو مع دخول اللانينيا إذا يصادف في شهر جون تصير الأمور أكثر حرارة من اللازم، وأنا أميل إلى هذا تفسيره. بس ليش؟ طبعا التفاعل ما بين المحيطات وبين الهواء وايد له تأثير كثير في المنظومة اللي هو التقصير لكوكب الأرض.